شاشة دبي ريسنج في انطلاقات صباح هذا اليوم في تواصل أشواط ذلل أبناء القبائل. الشوط المهجنات الذي أعلنت انطلاقته قبل قليل ليحمل لنا كذلك في طيات الكثير من التحديات والتنافس في مسار ورقص الكبار. انطلق الشوط وانطلقت كذلك آمال المشاركين في تحقيق الفوز وناموس. نسير مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. هملولة تسيطر على مقدمة الشوط. علي بن محمد برحم الشامسي تقود المشاركات بعد الانطلاقة وتتقدمهن. تأتي في المركز الثاني الدوحة. الدوحة لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تتواجد في عسيلة. في ثالث المراكز أحمد بن سيف الزفين المهيري يقدم العسيلة، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات تدخلت مذيار عبيد بن سعيد بن منانة من يقدم مذيار، بينما المركز الخامس هناك وصلت وتقدمت في هذه اللحظات الذهيبة غلام بن موسى بن أحمد البلوشي على المركز الخامس والسادس. المراكز سادس المراكز عندك يا بن درويش بديع سيف بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري على المركز السادس. أما سابع المراكز بنلقى في غزلان الميدان تتواجد أحمد بن سيف بن حميدان الفلاسي. المركز الثامن تدخلت هناك من الجانب الثاني الغشمرية تدخلت في هذه اللحظات. عودة بن سالم العطوي هناك في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع تاسع المراكز وهي رقم 9 الظبي عبد الله بن علي بن يمعة الرميثي، بينما المركز العاشر هناك أركان تعود ملكيتها السويدان بن سعيد بن حضيرم الكتبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام العشر المراكز الأولى في مسارها في مسار المهجنات في ثاني أشواطنا في صباح هذا اليوم، مع هذه الأسماء التي قدمت اسمها بحروف من نور حققت كثير والكثير من الإنجازات. تواصلت في هذه الانطلاقات حتى وصلت إلى سن الحول لتجدد اللقاء وتجدد النشاط الجميل في عالم الأصالة والتحديات عبر شاشة دبي ريسنج. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام هناك إلى مقدمة الشوط. الدوحة مشاهدينا الأعزاء بيسجلها الدوحة بإنجازاتها الدوحة بانطلاقاتها الجميلة تندفع إلى مقدمة الشوط، ولكن المرافق للدوحة والمنافس لها هملولة من البداية. الدوحة لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان تتقدم على المشاركات، بينما هملولة تقدم الأداء الأجمل من البداية. كذلك علي بن محمد بن رحمة الشامسي الثنتين في انطلاقة جميلة من البداية، في انطلاقة رائعة، بينما المركز الثالث تأتي في مذيار وعينها على الثنتين. عبيد بن سعيد بن منانة يقود مذيار مع هذا الشعار المتحدي دائما والحاضر في انطلاقات الأصالة. ننطلق مع المركز الرابع وبنلقى في رابع المراكز الذهيبة أغلام بن موسى بن أحمد البلوشي يقدم لنا هنا الذهيبة على المركز الرابع في هذه اللحظات. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز الخامس تواجدت في الظبي عبد الله بن علي بن يمعة الرميثي في خامس المراكز. أما المركز السادس تواجد هناك من الجانب الآخر وتقدمت بديعة لتقدم الإبداع في هذا الميدان دائما. بديعة مشاهدينا متابعينا الكرام سيف بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، بينما
المركز السابع. هناك بدا الزفين من الجانب الاخر، بدا الزفين يقدم كل ما هو جديد وجميل في عالم الاصاله. يا سلام، تقدمت في هذه اللحظات اللي هي العسيل احمد بن سيف. الزفين على المركز السابع، والمركز الثامن غزلان احمد بن سيف بن حميدان الفلاسي. المركز التاسع في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، تقدمت اركان سويدان بن سعيد بن حضيرم، يقدم لنا اركاني هذا الشوط. المركز العاشر الغشمريه عوده بن سالم بن عيد العطوي. هناك مع هذا الانطلاق العشر المراكز للمره الثانيه على التوالي، العشر المراكز في مسار هذا الشوط وتحديات مع المهجنات، مع الاصايل الذي تنطلق حامله كذلك الكثير من التحديات والتغييرات في مسافة 8 كيلو متر. هناك بدينا نقرب أو بدينا نغادر منتصف 4 كيلومترات، وصلنا في هذه اللحظات إلى لوحة 4 كيلومترات ومنتصف هذا الشوط في مساره وفي تحدياته الجميلة والرائعة. يا سلام يا سلام يا سلام، نعود إلى سكان المقدمة هناك الذي تعودت، وهذه معنى سكان المقدمة، أن الذي تحقق الفوز ودائما هذا موقعها، يعني يكون لها مسكن المركز الأول. سكان المقدمة هو مسكن الذلول، الذي تحقق الفوز تحقق الناموس والانطلاقات الجميلة. يا سلام، هذه الدوحة، هذه الدوحة مشاهدين العزاء، هذه الدوحة الذي قدمت في فترتها العمرية، في انطلاقتها في سن الصغار من سن اللقاية، قدمت الإنجازات، قدمت الكؤوس، قدمت السيارات، قدمت الرموز القالية والثمينة، وها هي لا زالت تواصل المسار والرقص مع الكبار. يا سلام يا الدوحة، الدوحة الدوحة على مقدمة الشوط لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. بورايد يقدم الدوحة، يقود الدوحة دائما بشعارات الأصالة وبتحديات الأصالة في هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني نتقدم مع هملولة، أو نتراجع إلى المركز الثاني مع هملولة الذي لا زالت في قمة التنافس والتحدي، علي بن محمد بن رحمة الشامسي على ثاني المراكز. المركز الثالث تأتينا مذيار مشاهدين العزاء كذلك بانطلاقتها الجميلة وتحدياتها الرائعة، يقودها عبيد بن سعيد بن منانة الذي يقدم مذيار. مشاهدين العزاء على المركز الثالث. أما المركز الرابع، الثلاث المراكز اللي انفردت عن البقية، ولكن شوف المجموعة الأخرى، هنا تتواجد مشاهدي العزاء العسيلة. الله يا الزفين، أشكرك يا الزفين على المشاركة الفعالة دائما والانطلاقات الجميلة من أحد المشاركين والمنطلقين في عالم الأصالة والحريص على هذه المراكز المتقدمة دائما. مشاهدين العزاء أحمد بن سيف الزفين، يا سلام يا سلام، المركز الخامس في هذه اللحظات، خامس المراكز، تأتينا أركان سويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي. بينما المركز السادس في هذه اللحظة، سادس المراكز، لا زالت هناك غزلان أحمد بن سيف بن حميدان الفلاسي. وسابع المراكز وصلت الضبي عبد الله بن علي بن يمع بن سعيد الرميثي. والمركز الثامن الوصول من القشمرية عود بن سالم بن عيد العطوي. يا سلام، والمركز التاسع هناك مع بن درويش اللي هي بديعة سيف بن حمد بن درويش المنصوري. والمركز العاشر، شوف الوصول، وصلت الضبية من المناطق الجنوبية. يا سلام، وعبيد هناك مالك الضبية اللي هو عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، هكذا
هكذا العشر المراكز. خلاص تغريب آخر نداء للعشر المراكز مشاهدين الأعزاء، لأن غادرنا بوابة العبور. يا سلام، خلونا نسأل المصور أو المتابعين، بنقول وين الدوحة؟ وين حد شاف الدوحة؟ حد شاف الدوحة هناك؟ انطلقت يا أعصابك يا أبو رايد وانت تتابع الدوحة، تتابع الدوحة. الله، يا سلام يا سلام يا سلام على الكادر العلوي وشاش دبي ريسنج. خمس كؤوس في انجازاتها. الله يا التاريخ، الله يا الاصاله، ما شاء الله يا الدوحه، يا الدوحه مع هذه السلال الشاهينيه كذلك يستحق الجمري على المعلومات والشكر والتقدير. الله يا كمبيوتر المرموب، الله يا انتاج الرويه، يا هذه الانطلاقات بالدوحه اللي انطلقت مع هذا الاندفاع ومع هذا الانطلاق الرائع. يا سلام يا سلام يا سلام، الامتار الاخير هو 1200 ما تبقى عن وصول الدوحه من فرد انفراد كامل وانفراد كلي مع هذه الانجازات، مع الذهب، مع هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا الدوحة، الدوحة لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، تندفع بالمركز الأول، تباعد المسافة بينها وبين المشاركات كعوايدها دائما. هناك القشمرية على المركز الثاني، على المركز الثاني عودة بن سالم بن عيد العطوي، هناك مع هذه الانطلاقات. هكذا مشاهدين الأعزاء نعود إلى الدوحة مع هذا الاندفاع والانطلاق. يا سلام، بدون أي أوامر مشاهدين متابعين الكرام. مشكور يا الحي، مشكور يا علي الحي على المحافظة، على الدوحة وعلى هذه المتابعة وعلى هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الدوحة مشاهدين الأعزاء تنفرد انفراد كامل وانفراد كلي عن البقية كعوايدها دائما. هذه تشارك، هذه تنطلق، تستعد في هذا الموسم لتكون حاضرة هناك في الختاميات، حاضرة في المهرجانات القوية كعوايدها الدوحة. تهانينا لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان على فوز الدوحة، واسعد الله صباحكم يا هالي جميرة في هذا الصباح الجميل ومع الدوحة وانطلاقاته في 200 متر الأخيرة. يا سلام يا سلام، هذه الدوحة بدون أي توامر، بدون تعليمات. يا سلام يا سلام يا سلام، تقرب واستراحة المحارب هنا في الأمتار الأخيرة. المركز الثاني وصلت في عسيلة لأحمد بن سيف الزفين، عادت الدوحة وانطلقت في الأمتار الأخيرة لتحقق الفوز وناموس. تهانينا لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان على فوز الدوحة بالمركز الأول. المركز الثاني عسيلة لأحمد بن سيف الزفين، والمركز الثالث وصلت فيه لأحمد بن راشد الكتبي، والمركز الرابع لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، أما المركز الخامس الظبي لعبد الله بن علي بن يمعة الرميثي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للخمس المراكز الأولى. نسير مع الدوحة ونعود مع الدوحة، وتوقيتها الزمني 13 دقيقة و3 ثواني، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان على الفوز الدوحة بالمركز الأول. مشكور يا الحي على المتابعة كذلك في هذا المسار، بينما وصلت في المركز الثاني كذلك قدمت أداء جميل عسيلة أحمد بن سيف الزفين المهيري في توقيت زمني 13 دقيقة 6 ثواني بالوفاء والتمام، بينما وصلت في المركز الثالث، بنشوف هناك التوقيت الزمني لثالث المراكز. هناك نتواصل مع التوقيت الزمني 13 دقيقة 7 ثواني و 13 دقيقة 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية، مع انتظار تعود ملكيتها مشاهدينا متابعينا.